ازاي ممكن يكون بيفكر في مباراه السبت بعد طبعا خساره كمان امام 3-0 امام شباب بلوزداد؟ يعني هو مباراه شباب بلوزداد هو اخطا فيها خطا كبير جدا، وطبعا هو عنده خبرات، لكن تعامل في المباراه دي بتهور كبير. هو هاجم شباب بلوزداد على ملعبهم، وكان نتيجه اول 10 دقايق بيدخل فيه هدف، وده من الاسباب اللي خلت النتيجه كبيره، لان هو صمم وكمل المباراه بالهجوم وبرده بالتهور الكبير جدا. هو عنده خبرات ودرب في شمال افريقيا كتير جدا، وعنده خبره عن فريق شباب بلوزداد. لكن قدام النادي الاهلي حسابات ثانيه، هم عارفين قيمه النادي الاهلي كويس، وعارفين شخصيه النادي الاهلي. النادي الاهلي بره ملعبه او داخل ملعبه بيلعب بنفس الاداء وبنفس المكسب. فنيات المواجهه او طرق او تاكتيك، الطريقه اللي ممكن يكون بيفكر فيها كولر ويانج افريك وميجيل جاموندي، حاجيلها لما نشوف نقرا مع بعض الحالات وطريقه اللعب. لكن خليني اقرا معاك السي في بتاع ميجيل جاموندي. دي السيره الذاتيه لميجيل جاموندي والانديه اللي تولى مسؤوليتها. اتحاد طنجه طبعا دربه من 21/2 ل 30 نوفمبر 2021. ايوه، درب المغرب الفاسي وضرب الوداد المغربي وحسنيه اغادير. اغلب الانديه تقريبا كلها من شمال افريقيا، شباب بلوزداد، وده باين جدا لان هو اتعامل مع شباب بلوزداد بطريقه فيها هجوم كبير. اتحاد العاصمه واتحاد كلباء وبريتانيوم ستارز وسان داونز وحسنيه اغادير تاني. انت بتتكلم على اثنين من اكبر انديه في افريقيا دلوقتي تولى مسؤوليتهم، الوداد وسان داونز والوداد واتحاد العاصمه طبعا. وضرب في المغرب تقريبا ثلاث انديه، ويعني سي في محترم، ويبين ان هو مدرب كبير. أيوة. وعنده يعني عنده سي في خبرات كبيره جدا محترم. هنيجي لطريقه تفكيره، هو اسلوبه يمكن بشكل كبير بيغلب عليه الطابع الهجومي، لكن اشك انه ممكن يفكر في ده مع الاهلي، واكيد مزبوط. هيبقى الى حد كبير متحفظ. خليني اشوف. طيب معانا الجزء الثاني من السيره الذاتيه، طبعا اتحاد عاصمه، اتحاد كلباء، شباب بلوزداد، بلاتينيوم ستارز، حسنيه اغادير، سان داونز، اسبرانس اللي هو طبعا اسبرانس التونسي الترجي. ترجي بس كان مساعد مدرب. كان مساعد مدرب. طيب نروح ليانج افريكانز مع بلال، وتعالوا نشوف النسخه المحليه اخبار يانج افريكانز ايه وترتيبه في الدوري واخر مواجهاته اللي لعبها في الدوري المحلي. يعني يمكن يانج افريكانز كمان يا احمد عنده في الارقام مميزه جدا في بطوله الدوري، يمكن فاز على سيمبا المنافس المباشر ليه على اللقب 5-1، قدر كمان يفوز على جيبكت التنزاني ايضا 5-1، قدر يفوز على كونسيل فريق احد انديه الدوري ايضا 5-0، فهو عامل ثلاث ارقام مميزين جدا، بيفوز بعدد اهداف كبير. فاز على سيمبا يونايتد. بالظبط، هو المنافسين الرئيسيين ليه سيمبا وعزام. فاز على سيمبا 5-1 وفاز على عزام يونايتد 3-2، اقصى المريخ السوداني، وده احد الفرق طبعا اللي كانت بتلعب في دور المجموعات السنوات الماضيه في دوري ابطال افريقيا، اقصى المريخ بالفوز عليه ذهابا وايابا 2-0 و1-0، فواضح ان عنده شكل هجومي هنتكلم عنه لما نيجي للشكل الهجومي. ترتيب الدوري التنزاني يعني يمكن بياتي في الصداره اهو. يانج افريكانز عنده 24 نقطه من 9 مباريات، فاز في 8 مباريات وخسر مباراة واحدة ولم يتعادل. عنده طبعا عدد أهداف، سجل 21 هدف واستقبل مرماه 5 أهداف، يعني واضح زي ما احنا اتكلمنا انه عنده الشكل الهجومي طبعا. سجل 26 واستقبل 5، وبالتالي ليه بلس 21 هدف. يبقى تمام. سجل 26 هدف واستقبل مرمى 5 اهداف، وده رقم قليل في عدد المباريات طبعا، مميز. يعني هو رقم هدف تقريبا في المباراه الواحده. هو ليه مباراه مؤجله وسيمبا ليه مباراتين. ايوه، فدي برضه هيبقى الفرق ما بينهم نقطه لو كسبوا الاثنين المباراتين المؤجلتين. هو ثلاثي القمه، عزام وسيمبا ويانج افريكانز، ولكن في المواجهات المباشره، وده اللي انا قصدت اجيب النتائج بتاعتها، ان يانج افريكانز تفوق على المنافسين المباشرين ليه على اللقب عزام وسيمبا. طبعا زي ما اتكلمنا ان واضح عنده شكل هجومي مميز. جدا عنده. هو الاميز هجوميا ودفاعيا بالظبط، يعني حتى مقارنه بالارقام. لا يعني هو واضح، حتى بص سيمبا يا احمد 7 اهداف، لما تيجي تشوف الـ يعني فرق الاهداف اللي استقبلها واللي سجلها، عنده 7 اهداف فقط مقارنه بيانج افريكانز 21 هدف. يعني جاب كبير قوي ما بين الشكل الهجومي للفريقين، ورغم ذلك انت لما واجهت سيمبا كان عنده مقدره ان هو يسجل فيك. خد بالك في 5 دخلوا له في الرصيد على حساب سيمبا، ودخلوا بالماينس لسيمبا. بالظبط. يعني مباراه ب10 تجوال بالظبط. يعني ده طبعا منافس مباشر، وانت قدرت تعمل نتيجه كبيره، فهو
هو بيتصدر ترتيب الدوري التنزاني. طيب عشان نوصل للفني خلينا نشوف. انا بيعجبني على فكره يعني فكره انك انت تيجي تعمل ابديت لفريق او يعني تمشي 14 لعيب منهم اربع خمس اسماء كانوا كي بلايرز في السيزون اللي فات وصلوك لنهائي كونفدراليه، فتيجي تمشي 14 لعيب منهم اسماء ثقيله في الفرقه وتجيب عدد كبير جدا من الصفقات وتحافظ على شكل الفرقه على الهويه والشخصيه تصدر الدوري، ده شيء يحسب للعين اللي اختارت الصفقات دي ولميجيل جاموندي الحقيقه اللي قدر يدخلهم سريعا بالزبط. في الفريق. تعالوا نشوف الاسماء اللي رحلت او اهم الاسماء اللي رحلت من يانج افريكانز في السنه دي الموسم ده. اهم الاسماء حفيظ كوناكني من راح بكوم يونايتد بريمير ليج، الغاني لا احنا دول لا احنا دول دي الصفقات اللي ابرمتها الاسماء اللي رحلت طبعا فيستون مايلي طبعا ده اللي ده مهاجم الفريق وهداف الكونفدراليه الموسم الماضي. احنا هنتكلم عن ابرز اللعيبه اللي رحلت يعني عندنا بيندرو ماريسون دوت راح الفتح الرباطي المغربي وجيل الجناح اليمين بتاعه وجيل مانا ده كان لاعب وسط ملعب. جيل مانا راح دونجانون بيلعب في الشامبيونشيب في انجلترا. دول ابرز ثلاث اسماء رحلت عن الفريق الموسم الماضي، وطبعا ابرزهم على الاطلاق طبعا هو مايلي اللي احنا بنشاهده مع بيراميدز في الموسم الحالي يعني. تمام، دي بقيه اسماء اللعيبه اللي رحلت زي ما اتكلمنا 14 لاعب رقم كبير طبعا، ولكن احنا منهم اللي راح لتنزانيا او لعب في انديه ثانيه في تنزانيا، منهم اللي راح لزامبيا في بريمير شيب في انجلترا، رواندا، تنزانيا يعني وارمينيا. احنا اتكلمنا عن ابرز الاسماء دول ابرز الاسماء اللي رحلت. طيب نشوف الصفقات الجديده، منهم اللي يمكن ظهر قدام شباب لوزان بول كيبر ديارا. لا دي مش دي لسه الصفقات الجديده مش حفيظ كولوكني ده جاي من بريمير ليج الغاني الدوري الغاني. موكودابيلا جاي من مورامو جنوب افريقي. كواسي جاي من اسيك ابيجان الكوت ديفوار. جوناس جاي من سيمبا التنزاني. فريد جيفت جاي من اوغندا. كومبالا الاوغندي. بكوما زوزو جاي من اسيك ابيجان ايضا. اسيك ميموزا. ميموزا. ونيكوسون كيباجا جاي من سنجادا التنزاني. ماكسي وده من اهم اللعيبه عندهم جاي من منياما الكونغولي او كونغو الديمقراطيه يعني. طيب دول اهم الصفقات اللي جت في تنزانيا. تعالوا نقرا بقى مع احمد ومع بلال بالراحه كده تشكيله الفريق، اللعيبه الاساسيه، مفاتيح اللعب عندهم، طريقه اللعب اللي بيعتمد عليها ميجيل جاموندي، وخصوصا انه لما فكر يلعب مباراه خارج ارضه مع فريق ليه وزنه وليه وهو عنده خبرات كمان وكان تولى مسؤوليه شباب لوزداد قبل كده ورايح يلعب بره ارضه في الجزائر، ورغم كده ما فكرش غير ان هو يلعب بطريقه هجوميه، ازاي ممكن يفكر ميجيل جاموندي في مباراه السبت؟ تعالوا نحلل طريقه ادائه الاول امام شباب لوزداد ونتعرف على اهم مفاتيح اللعب فيه ونقاط ضعفه طبعا من بلال واحمد، لكن بعد الفاصل.